سلام الله على الليلة الضيوف ثني الترحيب ولا منه بدل لازم يسوق النفس مرضية على علم المراجل يسبقونه للوفا والطيب ونفس القرم دايم للعلوم الغانمة حية وترى راس المراجل طاعة الله مقر الطيب وعلم ينفع كلامت واخلاص وحسن نية وترى راس المراجل طاعة الله مقر الطيب وعلم ينفع كلامت واخلاص وحسن نية وترى راس المراجل طاعة الله مقر الطيب وعلم ينفع كلامت واخلاص وحسن نية المراجل. الله يصبحكم بالخير، تعطوني فرصة تحطون هالجوالات شوي، أعطوني وجه شوي الله يحفظكم. إذا الله يجيكم. شفتوا هالجوالات جعلت بعض الرجال يترك الرجولة. ليه؟ لأن الرجولة عفة. وصار جهاز الجوال جهاز اختبار العفة والتوحيد. لماذا؟ لأن الأولين إذا بغى المعصية طلع يدورها، طلع مع الباب يدورها. هالحين صارت المنكر والمعصية يدخل في الجوال وعلى الشاشة. ولذلك من خطورة هذه الجوالات، هي نعمة ترى، منا بنحرم شيء، لكنها من خطورتها أنها تخلي الرجال ولا الرجال اللي كان ثابت على الرجولة والدين، كان ما ينظر إلا ما فيه خير، صار إذا بغى يعصي الله تلفت. وش تدور؟ ما تبحث عن ماذا؟ يبحث عن عين مخلوق تراقبه، وإذا لقى له واحد يراقبه تغيرت الوضع. لذلك أنا أقول للرجال الذين يريدون أن يبقوا رجالا، كن رجلا عفيفا، لأن الرجولة مع العفة، لأن العفة تخلق في قلب الرجل عفاف وحياء. عنترة وهو جاهلي كان يصف نفسه أنه إذا بدت إليه جارته يعف عينه طرفه لا يرى إن مرت به الجارة، لأنه يرى أن هذا مهيب من الرجولة ولا من الشجاعة ولا من الشكيمة أن ينظر عورة جاره أو عورة كل أحد. فكيف الإسلام جعل العفاف بوابة من أكبر بوابات السعادة وبقائك على هذا الهرم الإيماني الجميل؟ يوسف عليه السلام عندما غلقت امرأة العزيز الباب قالت تهيأت لك، هذه قراءة، والقراءة الثانية هيت لك، هي التي دعت. ورجل غريب وشاب، شاب وجميل، ومع وهي امرأة القصر وزوجها ما في خير، يعني أنه يرضى الدنية في نفسه ولا يزعل، كل الأسباب، ولكنه قال معاذ الله، معاذ الله. ولذلك يا بني إذا بغيت تبقى رجل فاحفظها العين من الخيانة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهالجوال اللي في يدك ولا اللابتوب ولا الآيباد ولا أي جهاز يوصلك للحرام دون أن يعلم الخلق، اعلم أن الخالق يراك، ربي يراك. والله يا أبنائي، والله إن الابن العفيف إن على وجهه نور وفي وجهه شمس تجري وفيه توفيق. بعضهم يقول لو دورت الوظيفة يا شيخ ما لقيت، وكل ما طقيتها عدله انقلبت عوجه، انت مخربها في شيء من معين. شوفوا ايش مخربها فيه، وخاصه في الخيانات، خيانات العينان تزنيان وزيناهما النظر. ولذلك تجد ان الانسان يكون قوي ما لم يخن، فاذا خان وانهدمت العفه
ضاعت مراجله. تلاحظون الحين الشاب لو درى ابوه انه يشوف له صور امه بزينه، يعني واحد مربي ولده مربيه على التقى، ويوم الايام قاعد بالجوال ثريا جا الشايب من ورا والولد ما درى، الولد ما درى والولد شايف له بلا، وراى الوالد ما يفعله ابو ولده ما يبكي دم، يقول طحت من عيني، ادري اول اقول انك رجل، واليوم تشوف هالخنا، والله ان الولد وده الارض تنشق وتبلعه، ولا انه وقف قدام ابوه وشافه ابوه. طيب يا ولدي اين الملائكه الكرام الكاتبين؟ اين شهاده اليد والعين والفرج والقدم وكل ما على الارض يشهد ويرتشد؟ اذا بغيت العفاف، اذا بغيت الرجوله فعليك بالعفاف. تراني اقول هذا وانا احبكم وخايف عليكم، وشوفوا جوالي تراه ابو كشاف، خايف على نفسي، انا خايف على نفسي. فانت خايف على نفسك ليه ما تردها؟ ارحب يا مرحبا، بيض الله وجهك، يلا حيه وحي ما جاب، انا اشهد انك رجل. الله يزيدكم وله زودا على الحاضرين، واسال الله جل وعلا ان يسعدكم. لكن لا تجرب، انا طالبك لا تجرب مع الشيطان، الشيطان يزين، ها، لأتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن وش بقى وعن شمائلهم، ما بقى شيء محاصرك. ولذلك استعد بالله وابتعد عن الدروب اللي تدنسك. والله يا طقة الباب على ابوك من الشرطة انك خام عن في شيء، والله انها تجيب الجلطة للوالد وتجيب الذل للأسرة، ويمكن تبور النساء وتخلي النساء، ترى بعض البيوت بنات ما تزوجن لان الولد خايب، حاشاكم، الولد ما في خير، ما هو برجل، وسود وجه شايبه وامه وجماعته اللي هو منهم، فخلك رجل وخلك عفيف. حتى يا اخي الحبيب والله انها تعطيك الشجاعه، ترى الشجاعه اللي ما اخطا ترى يرفع صوته ما علي منك، لكن اللي مدها اللي مخربها والله انه يا احبابي انه تلقى صوته يضعف وعينه تنكسر وجهه يطيح. اما انا وجهي مو بطايح، انا باكل من هالقرص ورا ما تقربون. اقربوا 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 يا مرحبا. يقول هالغالي اقرب 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 اقرب. بسم الله استعينوا بالله. اي والله حطها فنجان. بسم الله.